خلا دعوس موضوع إيش تشكيل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفهوم أدري كارا خوش بعيدني تفسير شبخيل خوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا
يلقوا أجر عظيم. اللهم صل وسلم.